السلام عليكم ورحمة الله. هنبدأ النهاردة Unit 1 Primary 6 Places We Go. الconversation هنا between عندي receptionist وكريم، هنشوف بيتكلموا يقولوا ايه. Good morning, the Egyptian Museum. How can I help you? Hi, what are your hours? We're open from 9 to 7. Are you open on Fridays? Yes, we're open daily. How much does it cost to get in? It's £2 for Egyptians and £20 for foreigners. Children under 5 are free. Does that include the mummy rooms? No, it doesn't. Thanks for your help. You're welcome. Have a nice day. المحادثة يا جماعة مهمة جدا، عشان كده أفضل حاجة نحفظ المحادثة، معظم الأسئلة بتيجي منها. هنا قالت له إيه؟ Good morning, the Egyptian Museum. تقول له المتحف المصري. How can I help you؟ إزاي أساعدك؟ طبعا هنا استخدمت can، لأن كان موجودة بيجي معاها الفيرب في المصدر infinitive، عشان كده استخدمنا help. إزاي ممكن أساعدك؟ رد عليها كريم. Hi, what are your hours? Hours هنا المقصود بيها ساعات العمل، يعني انتوا مدة تفتحوا المتحف قد ايه، مدة العمل فيه قد ايه. We're open from 9 to 7. هنا بتقول له احنا بنفتح من الساعة 9 حتى 7. لاحظوا كلمة from، من to الى، from to، من 9 to 7، من الساعة 9 إلى 7. Are you open on Fridays؟ هنا بيسألها هو أنتوا فاتحين أيام الجمعة؟ طبعا استخدمنا on مع أيام الأسبوع. Fridays هنا آخرها S، المقصود بيها أيام الجمعة، لكن Friday لوحدها يوم جمعة، هنا أيام الجمعة. ردت عليه قالت له Yes, we're open daily. Daily هنا المقصود بيها يوميا، يعني إحنا فاتحين يوميا. نلاحظ ان كلمة open من الافعال اللي ممكن استخدمها كصفة، يعني ممكن استخدم كلمة open بمعنى يفتح او مفتوح. يعني مثلا لما اقول the door is open معناها الباب مفتوح. How much does it cost to get in؟ How much هنا معناها كم للسعر، هنا بيستفسر عن سعر التذكرة. How much does it cost؟ cost يتكلف، to get in عشان ندخل، يعني يتكلف قد ايه علشان ندخل المتحف المصري. فكلمة cost يتكلف، get in الدخول. It's £2 for Egyptians. قال له هنا باتنين جنيه للمصريين. And £20 for foreigners. الأجانب 20 جنيه. Children under 5 are free. Under 5 هنا المقصود بيها الأطفال تحت سن الخامسة. Under 5 تحت سن الخامسة. Under 6 تحت سن السادسة، وهكذا. لاحظوا برضو استخدام 4. For Egyptians. For foreigners. هنا للمصريين، للأجانب. Does that include the mummy rooms؟ Include، هل التذكرة دي أو السعر ده يشمل دخول mummy rooms، حجرة المومياء؟ طبعا does هنا موجودة، فاستخدمنا include في المصدر infinitive. طبعا لما أسأل بdoes السؤال بيكون معناه هل، بداية السؤال هل، فالإجابة يا إما yes or no. ردت عليه قالت له no it doesn't، لا. Thanks for your help، شكرا لمساعدتك. Thanks لوحدها ما فيش أي مشاكل خلاص، لكن لو جاءت معاها for لازم أتكلم شكرا على إيه. يبقى thanks for ما ينفعش أقف كده، لازم أكمل كلامي. Thanks for your help. شكرا على مساعدتك. You're welcome. Have a nice day. أتمنى لك يوم جميل. ده بالنسبة لشرح المحادثة. الكلمات الجديدة اللي موجودة عندي. The Egyptian Museum. The Egyptian Museum. المتحف المصري. The Egyptian Museum. المتحف المصري.
The Egyptian Museum. Hours, hours, ساعات العمل. Hours, hours. Daily, daily, يوميا. Daily. هنا عندي cost, cost, يتكلف. Cost. Get in, هنا المقصود بها الدخول. Get in. Egyptians, المصريين. Egyptians, Egyptians. عندي طبعا كلمة pound معناها جنيه، هنا جنيهات، جمع pounds، جنيهات pounds. Foreigners, الأجانب. Foreigners, foreigners. Children, أطفال. Children. Free, مجانا. Free. Include, يشمل. Include. Mommy rooms, mommy rooms, حجر المومياء. Mommy rooms. Nice day, have a nice day, أتمنى لك يوم جميل. ده بالنسبة للكلمات. الأفعال الموجودة عندي كان، يستطيع، لو هستخدم الباست سيمبل هيبقى could. كان، could في الباست سيمبل. Help، يساعد. الباست هتبقى helped. open، نتفقنا open بستخدمها ك فعل وك صفة. open، يفتح، هتبقى opened. الباست سيمبل opened. عندي هنا does، سواء كانت does او do. طبعا does بتيجي مع he she it. do، I, they, we, you. الباست سيمبل بالنسبة لها did. did. cost، cost، مبغيرش فيها حاجة. cost، cost، يتكلف. get in، get in، بتبقى got in، يبقى get in، got in. include، included، include، included. طبعا thank، thanked، thank، thanked. دي الconversation اللي اتفقنا عليها وقلنا ان هي مهمة جدا وافضل حاجة ان احنا نحفظها. بالنسبة للكلمات اللي موجودة عندنا في الدرس، احنا قلنا اليونت اصلا معناه اسمها places we go، بنتكلم عن الاماكن. الاماكن اللي موجودة عندي هنا school، school. library، library. school طبعا مدرسة. library، مكتبة. barbers shop، barbers shop، صالون الحلاقة. bank، bank، البنك. hotel، hotel، فندق. train station، train station، محطة القطار. post office، post office، مكتب البريد. pavement، 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 الرصيف. bridge، 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 كوبري. theater، 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 المسرح. school، ممكن نقول ايه؟ I go to school to learn، عشان الكلمات دي جمل، دي ممكن تجينا في choose. I go to school to learn، يعني بروح المدرسة كي أتعلم. I borrow books from the library، بستعير الكتب من المكتبة. I get a haircut at the barber's shop، get a haircut معناها قصة شعر، بقص شعري في barber's shop. I get money from the bank، I get money from the bank، يعني باخد الفلوس من البنك. hotel، ممكن اقول I stay، I stay for two days in the hotel، قعدت مثلا يومين في الاوتيل. train station، train station، I take the train مثلا from the train station. post office، post office اللي هو مكتب البريد. I send letter، كان في زمان ان احنا بنرسل الجوابات، زمان كانت موجودة دي. I send letters، برسل الجوابات at the post office. pavement،
دايما ماما تقول لنا you should walk، نمشي على on the pavement يعني نمشي على الرصيف. You should walk on the pavement. Bridge، bridge كوبري. Theater المسرح. ممكن أقول I see show at the theater مسرح. I see show at the theater. طبعا الصور دي كلها بتوضح لي الكلمات عندي هنا. Number one.